السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة عربية مش جديدة، تعرفنا عليها في حفل الإطلاق بتاعها وعملنا عنها أكتر من فيديو، رينو ميجان فيس ليفت 2022. لكن الجديد النهاردة في الفيديو بتاعنا هو أن الفئة اللي قدامنا دي هي الفئة الأولى كليا، يعني أول فئة بتطرح من ميجان فيس ليفت اللي هي سعرها 294,000. يعني ناس كتير اتكلمت عن الفئة دي لكن محدش شافها على أرض الواقع لحد فترة قريبة. النهاردة بنعمل عنها ريفيو تزامنا مع اعلان وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر EIT ان هو بدأ فعليا يسلم الحاجزين للفئة الاولى والفئة الثانية خلال الايام اللي فاتت، وخلال الايام اللي جاية كمان بدأت التسليمات. فالنهاردة هنتكلم شوية بقى عن الفئة الاولى من ميجان فيس ليفت 2022. بعد الفاصل هنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية خارجيا وداخليا. في بداية كلامي، الفئة الأولى اللي معانا النهاردة بسعر 294,000، رينو ميجان فيس ليفت 2022 طرحت في السوق المصري بأربع فئات اتعرفنا عليهم خلال أكتر من ريفيو. الفئتين الأولى والتانية بتطرح بنفس منظومة الحركة، محرك 1600 سي سي، تنفس طبيعي متوصل على نائل حركة CVT، وطبعا دي أول فئة اللي معانا بتنزل بالمحرك الـ 1600 دي، سعرها زي ما قلت 294,000، ده السعر الرسمي. بعد كده الفئة الأعلى منها على طول بتنزل بسعر 325,000 جنيه، وطبعا ده برضو السعر الرسمي وبنفس منظومة الحركة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي اللي هي الـ 1600 تنفس طبيعي مع نائل حركة CVT. بعد كده الفئتين الأعلى من الفئتين دول بينزلوا بمحرك أو منظومة حركة مختلفة، محرك 1300 سي سي تيربو ومتوصل بنائل حركة DCT أو دول كلتش، بيجي طبعا ويت مش دراي. المنظومة دي أو الفئتين دول بيطرحوا بسعر مختلف، بسعر 354,000 للفئة الثالثة، والفئة الرابعة والأعلى تجهيزا بتطرح بسعر 384,000 جنيه. فإحنا كده عندنا أربع فئات بتطرح بيهم ميجان فيس ليفت. بشكل أساسي ما تعرفناش على الفئة الأولى على أرض الواقع، تعرفنا عليها على الورق ودخلناها في مقارنات كتير مع كتير من العربيات المطروحة في فئاتها في السوق المصري. لكن النهاردة أول مرة نتعرف على أرض الواقع على العربية وكل تجهيزاتها اللي موجودة فيها، وخلونا نبتدي ب مقدمة العربية وأبرز التجهيزات الموجودة فيها. يلا بينا. الإضاءة الأمامية بشكل عام مقسومة لجزئين، الجزء الأول متعلق بالفانوس الرئيسي اللي الإضاءة فيه بتيجي هالوجن بالكامل سواء في الإضاءة المنخفضة أو في الإضاءة المرتفعة، ولكن الإضاءة المنخفضة فيها عدسة لتركيز الإضاءة فده بيديك إضاءة أفضل بشكل كبير. لكن عندنا مستويين تانيين من الإضاءة بيجوا LED. المستوى الأول هو الإضاءة الخاصة بالنهار أو الدي رانينج لايت الموجودة هنا واللي بتيجي LED، بالإضافة كمان للإضاءة الخاصة بالفوج لايت الأمامية اللي موجودة هنا بتبقى LED بداية من الفئة الأولى، مفيش فيها أي اختلاف. طيب الاختلاف بيحصل في إيه؟ الاختلاف بيحصل في شكل الإضاءة النهارية. هنا الإضاءة النهارية في الفئة الأولى بتبقى عبارة عن شريط إضاءة موجود أسفل الاكسدام أو أسفل الفانوس الأمامي، لكن في الفئات الأعلى من كده الشريط الإضاءة ده بيكمل معايا في جنب الفانوس كمان، فبياخد زي حرف الشيب شيب ال كده او حرف ال بالانجليزي، فبيكون منظره اشيك شويه. لكن على مستوى التصميم في مقدمه العربيه فما عندناش اختلافات ما بين الفئات الاربعه على مستوى التصميم. زي ما قلت لكم علامه رينو موجوده في منتصف الشبكه الاماميه اللي بتيجي من الكروم موجوده في الفئات الاربعه، الشبكه الاماميه نفسها بتبقى من البيانو بلاك، يمكن بيحصل فيها اختلاف بسيط مع الفئات الاعلى بيكون فيها شويه تطعيمات من الكروم، لكن الكروم لازال موجود هنا عباره عن فريم موجود اسفل الشبكه الاماميه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ فتحات التهويه او مستوى الثاني من فتحات التهويه اللي موجود هنا عباره عن اربع ريش بتيجي من البلاستيك الاسود المط، وطبعا كلها مفتوحه علشان تدي تهويه افضل لمنظومه الحركه في العربيه. في تصفيح كامل طبعا اسفل المحرك هنا في رينو ميجان من الفئه الاولى. تعالوا بقى ندخل على المحرك ومنظومه الحركه الموجوده في الفئة
الفئه الاولى من رينو ميجان فيس ليفت 2022. خلونا قبل ما نتكلم على منظومه الحركه نفسها نتكلم على شويه حاجات موجوده حوالين منظومه الحركه، واللي اعتقد يعني على حسب ما شفت لحد النهارده من عربيات في رينج سعر 250 لحد 300 ألف، يعني غالبا العربيات دي او في الفئه السعريه دي ما بيكونش فيه تصفيح اسفل المحرك، ما بيكونش فيه مساعدين لرفع الكبوت، وممكن كمان ما يكونش فيه بطانه داخليه لبطن الكبوت من جوه. ولكن هنا في رينو ميجان، ودي نقطة قوة تحسب للعربية ومن الحاجات المميزة فيها، ان فيها اهتمام شوية بالتفاصيل عن غيرها من المنافسين. فهنلاحظ وجود تصفيح اسفل المحرك، اتنين مساعدين لرفع الكبوت، بالاضافة للبطانة الداخلية اللي موجودة هنا. فطبعا دي نقطة مهمة جدا. بعد كده ندخل بقى على منظومة الحركة اللي موجودة هنا، والمكونة من المحرك ال 1600 سي او 1.6 لتر، طبعا 4 سلندر بتنفس طبيعي. المنظومة او المحرك ده متوصل بنقل حركة اوتوماتيكي متغير مستمر او سي في تي، بتطلع قوه حصانيه 115 حصان وعزم بيوصل ل 156 نيوتن متر. طيب التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 في 13 وشويه ثانيه، وده طبعا متوقع لانه منظومه الحركه اكيد مش مطلوب منها ابدا الاداء الرياضي. وعندنا كمان معدل استهلاك البنزين، وهو نقطه مهمه جدا، بنتكلم في 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر العربيه تمشيهم، وده معدل بنزين يعتبر قياسي وظريف جدا ومناسب جدا للطرق والاستهلاك الطبيعي بتاعنا في مصر. فبالتالي العربيه بشكل عام انا من اكثر المنحازين ليها الحقيقه، لان تسعيرها في البدايه اصلا كان تسعير ممتاز مقارنه بالباكج اللي بتقدمه كمان، سواء على مستوى السيفتي باكج او على مستوى التجهيزات الداخليه في العربيه والخارجيه، ومقارنه بالمنافسين بتوعها ومنظومه الحركه بتاعتها اللي لحد النهارده الحمد لله ما شفناش منها اي شكاوى من ملاكها، سواء في المحركات التربو او المحركات اللي بتنزل بتنفس طبيعي في رينو ميجان فيس ليفت. طيب كده ما يتعلق بمنظومه الحركه، تعالوا بقى نتنقل على جنب العربيه ونتعرف على التجهيزات اللي موجوده في الجنب. يلا بينا. هنا في الجنب عندنا مجموعة تجهيزات مش موجودة في الفئة الأولى، زي مثلا إيه؟ زي عندنا مثلا الجنط. الجنط هنا بيجي جنط حديد مع طاسة من البلاستيك باللون الرصاصي اللي احنا شايفينه قدامنا. الجنط مقاسه 15 إنش. تاني حاجة عندنا المرايات الجانبية القابلة للطي يدويا بالشكل ده، مش اوتوماتيكيا ولا كهربائيا حتى من جوه العربية، ولكن مزودة بإشارات جانبية موجودة هنا، الإضاءة بتاعتها بتبقى LED. هلاحظ كمان إن الإزاز الخلفي ما بيكونش فاميه، لكن بيكون فميه في الفئات الاعلى من الفئه الاولى. هنا كمان الفاصل اللي موجود هنا بيبقى من بلاستيك او من اللون الاسود، واخد طبقه بلاستيك باللون الاسود اللامع علشان يديك احساس نفس الميه بتاعه العربيه بشكل عام. هنلاحظ كمان انه الفريم اللي موجود حوالين الازاز الجانبي كله سواء الامامي او الخلفي بيكون من الرابر الاسود المطفي. هنلاحظ كمان مقابض الابواب بتيجي بنفس لون العربيه، وده بيكون مختلف شويه في الفئات الاعلى. كمان عندنا نقطه مهمه، وهو الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، وده مش متاح في الفئه الاولى لانه عندنا بنستخدم المفتاح في اداره المحرك، هنا مفتاح عادي جدا اللي هو المنافله بتاعنا، وطبعا ما عنديش كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، الدخول بيبقى من خلال الفتح بالمفتاح العادي الطبيعي بالشكل ده. ولكن من ضمن الحاجات المميزه كمان هنا عندنا انه عندنا طبقتين للعزل موجوده هنا في الباب بتاع السائق وباب الراكب الامامي كمان. فمن ضمن الاضافات اللي حصلت في الفيس ليفت غير بعض التغييرات البسيطه في مقدمه وظهر العربيه، هو تحسين عزل العربيه بشكل اساسي. فدي برده من ضمن النقاط المهمه اللي لازم نلفت النظر ليها الموجوده هنا في الفيس ليفت. سريعا كده ده الجنب، تعالوا بقى ندخل على الظهر ونتكلم على مساحه الشنطه اللي هي برده احد نقاط القوه المميزه في رينو ميجان فيس ليفت 2022. ندخل بقى على الظهر، ومبدئيا كده عندنا شويه اختلافات ما بين الفئات الاربعه. مثلا على سبيل المثال مفيش كاميرا خلفيه هنا في الفئه الاولى، لكن سنسور الركن الخلفيه الموجود على الاكسدام الخلفي مشتركه ما بين الفئات الاربعه، ودي مفيش فيها اختلاف. الاحظ كمان الازاز الخلفي ما بيكونش فاميه، ولكن في بعض الفئات الاعلى بيكون الازاز الخلفي فاميه، ونلاحظ ان في سخانات عشان الشبوره والضباب، والانتنه بتاعت العربيه بتكون انترنال جوه الازاز، وفي كمان اضاءه تحذيريه الخاصه بالفرامل بتبقى جوه العربيه وظاهره على الازاز الخلفي من هنا، وبتكون الاضاءه بتاعتها LED. وده ياخدنا للاضاءه الرئيسيه بتاعت الجزء الخلفي من العربيه، واللي بتيجي LED زي ما احنا شايفين، وبتاخد شكل ظريف كده، بياخد شكل الموجه من العربيه من الظهر، وبيبقى طبعا الفانوس الرئيسي مقسوم لنصين، نص موجود على باب الشنطه والنص الثاني على الرفرف الجانبي الخلفي. الاحظ ان الاضاءه اللي موجوده هنا دي بتبقى LED، لكن الاضاءه الموجوده للاشارات الجانبيه اضاءه الريفرس او الرجوع للخلف، والاضاءه كمان الريفرس اللي موجوده هنا، بالاضافه كمان للفوج لايت الخلفيه اللي موجوده على الجنب الشمال من الاكسدام الخلفي، بتكون الاضاءه بتاعتهم كل ده
بتبقى هالوجين، يعني الاضاءه ال LED الوحيده هي الاضاءه الرئيسيه اللي موجوده بالشكل ده اللي احنا شايفينه. باب الشنطه بيفتح بثلاث طرق، الطريقه الاولى من خلال الزرار اللي موجود هنا، الطريقه الثانيه من خلال الريموت كنترول، او الريموت كنترول في العربيه عشان ندور العربيه، والطريقه الثالثه من خلال زرار موجود في الكونسول الامامي. طيب تعالوا نفتح الشنطه ونتكلم اكتر على مساحه الشنطه. مساحه الشنطه 500 وشويه لتر، اكتر من 500 لتر، 508 لتر تقريبا، مستغله بشكل كامل سواء متعلقه بالعمق للداخل او حتى على مستوى العرض، ولكن عندنا شفة تحميل كبيره ودي الطبيعي الموجود في العربيات السيدان. مفيش اي اوبشنز موجوده هنا في الفئه الاولى فيما يتعلق بظهر العربيه، يعني ما عنديش مثلا فتحات 12 فولت او اضاءه موجوده، يمكن في اضاءه، في اضاءه بس واحده صغيره هنا هالوجين موجوده هنا، لكن طبعا الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 من الفئه الاولى علشان تزود مساحه الشنطه في حاله الرغبه في زياده مساحتها لو انت بتحمل حاجات كتير. باب الشنطة بيفتح بشكل طبيعي وبيقفل بشكل طبيعي، مش كهربائي ولا حاجة زي ما شفنا. ونلاحظ كمان الاكسدام الخلفي اللي بيجي عليه سنسورز الركن الخلفية المثبتة هنا مع فتحات شكمان بتيجي حواليها فريم من الكروم، ولكن فتحات فيك مش حقيقية، عندنا فتحة شكمان وحيدة موجودة على الجانب الأيمن من أسفل العربية. ده كده سريعا ظهر العربية. تعالوا بقى ندخل لمقصورة الركاب الداخلية من خلال الكنبة الخلفية ونتعرف على الجزء الخلفي من مقصورة الركاب في ميجان فيس ليفت 2022. على مستوى الماتيريال المستخدم في الفئة الأولى هنا، فماتيريال بالكامل بيجي من القماش باستثناء تطعيمات من الجلد موجودة هنا في ظهر الكرسي بتاع السائق وكرسي الراكب الأمامي. طبعا هي العربية مغلفة شوية للحماية، لكن أنا ما قدرتش طبعا أفك عشان ما بوصش الدنيا، ولكن برضو ملحوظة صغيرة إنه القعدة على الكنبة ناشفة سنة، يعني الماتيريال المستخدم في الحشو بتاع الكنبة بيبقى ماتيريال ناشف شوية، ولكن تصميم الكنبة نفسه تصميم مريح مفيش فيه أي إزعاج في القعدة. هنلاحظ كمان إن نفق الفتيس هنا إلى حد ما مرتفع، فبالتالي الجلوس في المنتصف هيكون صعب للأشخاص اللي بيبقوا طوال أو الأشخاص البالغين، ولكن ممكن تقعد لو قعدت، حتى لو قررت انك تقعد هتبقى رجل يمين ورجل شمال حوالين نفق الفتيس، وارتفاع السقف كمان في المنتصف مناسب جدا، فبالتالي مش هتبقى قاعد متضايق. بشكل عام المساحات في العربيه مساحات معقوله جدا، فوق المتوسطه او فوق الجيد كمان. هنلاحظ كمان الرجل هنا عندنا اكتر من 5 صوابع للركبه، ارتفاع الكرسي بتاع السائق عن الارض كمان مناسب جدا لمد الرجل من تحت، وممكن ضبط ارتفاع كرسي السائق كمان يدويا هنا في الفئه الاولى. طبعا انا ظابط الكرسي على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي. الاحظ كمان انه مفيش مسند ايد خلفي موجود هنا في الفئه الاولى، ولكن الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 زي ما احنا شايفين كده علشان نزود مساحه الشنطه زي ما اتفقنا. طيب عندي كمان الايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال، بالاضافه كمان لاحزمه امان خلفية ثلاثية التثبيت لأمان أكتر. بالنسبة للكونسول الوسطي الموجود هنا في ظهر العربية، فبيكون عندي فتحة 12 فولت موجودة هنا ومفيش بعدها أي حاجة، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، لكن مفيش فتحات تكييف مثلا أو فتحة يو اس بي، ولكن عندي مساحة هنا صغيرة كده عشان أقدر أحط من خلالها الموبايل لو أنا بحط حاجة أو حاجة بشحنها أو أي جهاز عايز أشحنه أو حاجة. الماتيريال المستخدم في الباب بشكل عام بيبقى من البلاستيك هنا من فوق، وفي بطن الباب ومسند الكوع بيكون من القماش نفس الماتيريال مستخدم في الفرش بتاع العربيه، مع ترام موجود هنا بياخد ستيكر كربون فايبر او النقشه بتاعت الكربون فايبر، لكن هي مش كربون فايبر اكيد، موجوده هنا عشان منظر زينه لطيف، مع مقابض الابواب الداخليه اللي بتكون من الكروم او البلاستيك الرصاصي الفاتح واللامع. الجزء ده من البلاستيك متماسك وما هوش مزعج حتى في الملمس بتاعه، يعني مش مزعج خالص ومتماسك، ما هوش ملخلخ وما تحسش ان هو اي كلام الحقيقه. فدي حاجه برده نقطه تحسب للعربيه، ولكن هنا في الباب الخلفي مساحة التخزين في الخلف هنا بتبقى صغيرة إلى حد ما لو أنت هيفرق معاك الموضوع ده. طبعا عربية تصنيع وتقفيل مصانع رينو في تركيا، ودي نقطة برضو مهم نلفت النظر ليها. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصورة الركاب. تعالوا نطلع قدام ونتكلم على تفاصيل أخرى متعلقة بالتجهيزات الداخلية في العربية، يلا بينا. وصلنا للجزء الأخير من الريفيو بتاعنا النهاردة، وخلونا نبتدي، تحبوا نبتدي بالسلبيات الاول ولا بالايجابيات؟ يعني اختاروا كده. طيب خلونا نبتدي بالسلبيات والموجوده بشكل اساسي في عوامل السلام والامان. للاسف الشديد انا لحد نقطه عوامل السلام والامان كنت متحيز جدا للعربيه وبقوه، ولكن عوامل السلام والامان في العربيه هنا اول نقطه سلبيه فيها ان هي بتختلف من فئه لفئه، ودي حركه انا صراحه ما بحبهاش خالص. عندنا هنا الفئه الاولى 2 اير باج فقط، في حين ان هي بتزيد لاربعه اير باج وسته اير باج في الفئات الاعلى من كده، لكن هنا في الفئه الاولى عندنا 2 اير باج فقط، ولكن بيتم التعويض ده
بعوامل سلامه وامان متعلقه بانظمه فرامل وانظمه ثبات مختلفه موجوده بدايه من الفئه الاولى، مفيش فيها اختلاف. يعني انظمه الفرامل المختلفه الاي بي اس، الاي بي دي، الاي اس بي اللي هو الثبات الالكتروني، عندنا كمان التاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبه ضغط الاطارات، كل دي عوامل سلامه وامان موجوده في الفئه الاولى وبدون اختلاف مكمله معاك لحد الفئات الاعلى. لكن طبعا في الفئات الاعلى بيكون في حاجات اضافيه زي الكاميرا الخلفيه، الرادار الامامي، يعني شويه حبشتكنات كده بتبقى موجوده مختلفه شويه عن الفئه الاولى. ولكن بشكل اساسي عوامل السلامه والامان في الفئه الاولى تعتبر مناسبه جدا، باستثناء النقطه الوحيده اللي انا علقت عليها من شويه اللي هي نقطه عدد الايرباجز القليله اللي هم 2 ايرباج. طيب بشكل عام الماتيريال المستخدم في العربيه من قدام ماتيريال محترم جدا مقارنه بالفئه السعريه والحجميه اللي بتنافس فيها رينو ميجان في السوق المصري. فمثلا هنلاحظ انه هنا بيجي سوفت ماتيريال، كل ده بيجي سوفت ماتيريال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنلاحظ ان الباب كمان بيجي بنفس الماتيريال الموجوده هنا اللي هي السوفت ماتيريال، لكن بطن الباب بيجي من القماش زي ما كان موجود في الباب الخلفي. الباب هنا مساحه التخزين فيه اوسع شويه ولكن مش بشكل مبالغ فيه، يعني مش واسعه قوي للدرجه، لكن اوسع من الجزء الخلفي ولكن لا تزال محدوده الى حد ما. طيب هنا طبعا المفروض ان في الفئات الاعلى اللي احنا شفناها هتلاقوا الريفيو بتاعها موجود على قناتنا على اليوتيوب، ممكن بحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس اللي تحت. في الفئات الاعلى كان في هنا شاشه بنتكلم في 10 وشويه انش او 12 وشويه انش كانت موجوده هنا، 10 وشويه دي كانت شاشه العدادات، طبعا ابل كار بلاي مع اندرويد اوتو، دي في تجهيزات بقى في الفئات الاعلى. لكن هنا في الفئه الاولى بيكون عندي نظام انفوتينمنت سيستم مكون من راديو مع بلوتوث لتوصيل التليفون او اي جهاز سمعي مختلف انت حابب توصله من خلال فتحه يو اس بي واحده تايب اي مع فتحه اي او اكس واحده مع فتحه 12 فولت واحده موجوده هنا في مقدمه العربيه. وده شكل الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه زي ما احنا شايفين، عباره عن راديو، زرار اون واوف، علي ووطي من هنا، بالاضافه كمان للازرار بتاعه حفظ القنوات والتحكم في القنوات و التحكم في الاغاني اقدمها او ارجعها او خلافه، بالاضافه هنا لنقطه السيت اب الخاصه بالانفوتينمنت سيستم والاكزيت والراديو والميديا وتوصيل التليفون اللي هو التليفون هنا لو انا عايز اعمل مكالمات من خلال البلوتوث. طيب نظام التكييف، نظام بكر مع ازرار، نظام تكييف يدوي عادي مفيش فيه اي اوبشنز، ولكن هنلاحظ انه بيظهر معاك بعض المعلومات الموجوده هنا على الشاشه اللي موجوده الصغيره دي اللي هي تيجي ابيض واسود بالمناسبه، شكلها برضو مش وحش قوي ولكن طبعا يعني على قد الفئه السعريه فدي تعتبر كويسه. بعد كده ننزل لتحت عندنا مجموعه ازرار شورت كات مفيش منها ولا زرار شغال باستثناء الزرار الوحيد هو زرار السنسور الركن الخلفيه لما اعمل لها اكتيفيت او دي اكتيفيت. لو نزلنا لتحت شويه زي ما قلت لكم فتحه اليو اس بي مع فتحه يو اكس مع فتحه 12 فولت ومفيش حاجه هنا، هو مجرد مكان علشان تحط فيه الموبايل بتاعك بالشكل اللي احنا شايفينه دوت كده، لكن طبعا في الفئات الاعلى بيكون فيه وايرلس تشارجر. طبعا الشكل الكونسول الوسطي بيكون مختلف تماما في الفئات الاعلى لانه عصايه نقل الحركه شكلها بيختلف، لكن هنا في الفئه الاولى بتكون عصايه من مش من الجلد ولكن حواليها كده حواف من الجلد، وفي النص هنا بيبقى تطعيمات من البلاستيك الرصاصي اللامع وحواليها كمان تطعيمات من الكروم موجوده حوالين نقل الحركه. نرجع لورا شويه هنلاحظ زرار وحيد مكتوب عليه كلمه ايكو اللي هو نظام القياده الاقتصادي. طيب بعد كده عندنا فرامل الايد اليدويه اللي بتيجي طبعا في الفئه الاولى والفئه الثانيه من الايد، لكن في الفئات الاعلى من كده بتكون فرامل ايد كهربائيه، وبما عندنا كمان اكتر من النظام للقياده. 2 كاب هولدر موجودين ومدمجين داخل الاكسدام او داخل عفوا داخل الكونسول الوسطي. هنلاحظ هنا السموكر باكج اللي هي الولاعه الموجوده هنا ممكن تركبها مكان ال 12 فولت مع الطفايه اللي موجوده هنا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. طيب عندنا كمان مسند ايد خلفي او مسند ايد امامي عفوا قابل للاطاله بالشكل ده، بيجي من القماش مع مساحه تخزين اسفل منه بتبقى فيها شيء من العمق الى حد ما. شاشه العدادات اللي موجوده هنا بتبقى شاشه انالوج عاديه، في المنتصف منها بيكون في شاشه للمعلومات الحيويه الخاصه بالعربيه اللي هو معدل استهلاك البنزين والتير بريشر مونيتورنج والنظام الاستهلاك بتاعك عامل ازاي واخباره ايه، واي اعطال لا قدر الله ظهرت في العربيه بتظهر من خلال الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا، واللي ممكن اتحكم في الاوبشنز الموجوده فيها من خلال مجموعه الازرار اللي موجوده على يمين الدركسيون هنا. هنلاحظ هنا ممكن اغير الشكل او اي حاجه او اي معلومات متعلقه بالعربيه، وفي مجموعه ازرار ثانيه موجوده هنا للفويس كوماند او الاوامر الصوتيه وفتح وقفل المكالمه. على شمال عجله القياده موجود عندنا الكروس كنترول او
نظام تثبيت السرعه. نرجع تاني لشاشه العدادات، بتيجي انالوج عددات اللي على اليمين عداد السرعه تحت منه مؤشر البنزين، وعلى الشمال عداد الار بي ام تحت منه مؤشر الحراره. عندك ورا عجله القياده دراعين، الدراع الخاص بالمساحات والدراع الخاص بالاضاءه اللي هي بتيجي برده مش اوتو، ولا هنا اوتو ولا هنا اوتو، ولكن في تحت دراع المساحات عندنا دراع موجود هنا للتحكم في الصوت، علشان اقدر اتحكم في صوت الانفتيمنت سيستم او صوت مكالمه التليفون لو انا حابب. عجله القياده قابله للتحرك في اكتر من اتجاه، فوق وتحت وقدام وورا، اربع اتجاهات زي ما احنا شايفين. وعلى الشمال هنا عندك مجموعه ازرار، الازرار دي عباره عن بكره للتحكم في مستوى سطوع الاضاءه الخاصه بيه على العدادات، وعندنا بكره كمان للتحكم في مستوى سطوع الاضاءه الاماميه الرئيسيه، وعندنا زرار موجود هنا الجزء العلوي منه عشان فتح تانك البنزين، والجزء السفلي منه علشان فتح باب الشنطه زي ما اتفقنا. المرايه الخلفيه اللي موجوده هنا التعتيم بتاعها بيكون تعتيم يدوي، مفيش فتحه سقف طبعا في العربيه هنا، ولكن عندنا وحدتين اضاءه موجودين هنا بتبقى الاضاءه بتاعتهم هالوجين، وبتبقى سوفت، اضاءه سوفت لطيفه مش وحشه. والشماسه اللي موجوده هنا مع مفيش فيها اضاءه، مع مرايات بس، يعني شماسه مع مرايه، وهنا شماسه اعتقد برضو مع مرايه من غير اضاءه، مظبوط نفس الحكايه. وطبعا في اضاءه في الكونسول الخلفي في النص من هنا. يعني مفيش اي اوبشنز تانية ممكن نتكلم عنها. في برضو اضافة صغيرة متعلقة بالمرايات الجانبية، اللي احنا قلنا ان هي الطي بتاعها بيكون يدوي، الضبط بتاعها بيكون كهربائي من جوه العربية، ليها وحدة تحكم هنا موجودة علشان اقدر اتحكم في المرايات، ضبط المرايات بشكل عام. طيب الازازين الاماميين اللي هم ازاز الراكب الامامي وازاز السائق بيكونوا الاثنين اوتوماتيك في الفتح والقفل، يعني دوسة واحدة بتفتح ودوسة واحدة بتقفل. كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي التحكم في اتجاهاتهم المختلفة بتكون يدويا بشكل كامل، لكن الإضافة اللي موجودة هنا في كرسي السائق إنه ممكن التحكم في الارتفاع بتاعه يدويا، وده مش موجود هنا في كرسي الراكب الأمامي. ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي والتجهيزات الخاصه بعوامل السلامه والامان والانفتيمنت سيستم في الفئه الاولى من رينو ميجان فيس ليفت 2022. في النهاية حابب أشكركم على متابعتكم لينا على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك مجلة عالم السيارات، وحابب كمان أتوجه بالشكر الجزيل لمجموعة معارض المصرية للسيارات اللي دايما بتوفر لنا عربيات عشان نقدر نصورها، فبشكرهم شكرا جزيلا على الفرصة الجميلة دي. في النهاية دايما ناس كتير بتتريق على الكلمه اللي بنقولها دايما، بيقعدوا يقول لك اليوتيوبرز بيقعدوا يقولوا لنا قيمه مقابل سعر، فاحنا ما عندناش تعبير تاني ممكن نقوله لما بتكون العربيه مناسبه لسعرها وامكانياتها، فبنقول قيمه مقابل سعر. فالعربيه هنا الصراحه واحده من العربيات القليله في السوق المصري اللي تعتبر قيمه مقابل سعر، مقابل طبعا الاوبشنز اللي بتقدمها سواء خارجيا او داخليا، ومقارنه بكتير من منافسينها اللي في الفئه السعريه والحجميه بتاعتها وبيقدموا اوبشنز اقل منها بكتير. بشكركم جدا على متابعتكم، ورجاء بلاش تخرج العربيه بره قيمتها بانك تشتري بسعر اعلى من سعرها، او بتشتري باوفر برايس زي ما بنقول. العربيه سعرها الرسمي 294,000، بلاش تشتري بسعر اعلى من كده. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.